الإدارة الإنتاج والتشغيل وديوان عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باشمهندس محمود سالم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. باشمهندس محمود، مبروك لحضرتك على رئاسة الإنتاج والتشغيل. فيك وعقبالك. إن شاء الله. باشمهندس محمود، كيف تم ترشيحك لمنصب إدارة الإنتاج والتشغيل؟ ترشيح تم لمنصب رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بعد ما المهندس محمد علي طه طلع معاه في البورصة الإلكترونية، بدأت الإجراءات التنفيذية لاختيار رئيس جديد للإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل. عامل السن طبعا في ناس كتير كانت مترشحه للامر، طبعا عامل السن كان له دور برضه في هذا الامر، ان انا عندي 57 سنه والناس اللي مترشحه كلها ما هو دول. نيجي الناس اللي مترشحه كلها برضه هم مدير عموم، يمكن انا اكون احدث مدير عام فيهم فعلا وده حقيقه، لكن اختيارات القيادات دلوقتي طبقا لقانون العاملين الجديد بيتم على الكفاءه وعلى سرعة الإنجاز وعلى سرعة التطوير وعلى ملكاتهم الإبداع وحاجات كتير تانية عشان دولاب العمل يمشي وبسرعة، لأن المفروض دلوقتي مصر مش في حاجة إن إحنا نمشي، إحنا المفروض نجري ونقفز عشان نطور الدنيا ونغير الدنيا ونحسن دخول الناس ونظبط الأمور كلها. إن شاء الله إن شاء الله الترشيح طبعاً جه من الدكتور محمد عبد الباقي رئيس الهيئة بناء فترة تعامل كانت بيني وبينه حوالي 10 ايام قبل الترشيح ده، والحمد لله رب العالمين كنت عند حسن ظنه، ودي طبيعتي انا الشخصيه ان انا يعني زي ما بيقولوا طالع حامي ما بقى يعني، فده الحمد لله الدكتور محمد بكده عمل مذكره عرض على معالي الوزير وذكر فيها كل المواصفات اللي انا قلتها، سرعه الانجاز والعمل والنشاط والحيويه والكلام ده كله، واهم حاجه القدره على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وده شيء مهم جدا في اي قياده بيتم اختياره. الحمد لله القرار اللي طلع ده أول قرار لقيادة في وزارة الزراعة يطلع بتوقيع معالي الوزير، والقرار قرار ندب وليس تكليف أو تيسير أعمال. وده وسام على صدري وشيء أنا بعتزي بيه جدا 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 جدا. هنا ده بنتطرق بعد كده لموضوع مهم جدا بقى، التدرج الوظيفي. أنا طبعا قعدت يعني بقالي في الهيئة حوالي 32 سنة، ما خدتش يوم اجازه فيهم او اجازه بدون مرتب او اي، 32 سنه شغل. انا في الهيئه دي عضو اكثر من 300 او 350 لجنه بقرارات رئيس مجلس الاداره وقرارات وزاريه. يمكن كل التدرج الوظيفي بتاعي، انا اول ما اشتغلت في الهيئه كانت 87 سنه 87 ورجع تقديمي لسنه 84 اللي هي فتره التمهيد في القوات المسلحه كضابط احتياط وفتره خدمه عمليه قبل التعيين والكلام ده. طبعا عمل المصايد دي طبعا كان الحاج مصطفى بسيفه مدير عام المصايد الله يرحمه، والحمد لله هو اللي علمني الاداريات كامله وازاي اكون موظف صح، لان كان المفهوم زمان يقول لك الحكومه ورق. فالحمد لله رب العالمين ده اكسبني خبره كويسه قوي، دول سنتين في المصايد قضيتهم. بعد كده بدات ان انا كان جوايا فكره بتراودني، فكره السفر بره كانت جوايا كبيره قوي. حاولت ان انا اروح فعلا ورحت اداره الاتفاقيات مع الاستاذ محمد الشناوي. الاستاذ محمد الشناوي ده ربنا يديله طول العمر، ضاف ليا كتير قوي، ضاف ليا الاضافه الاداريات ازاي ان انا يعني هو الراجل كان الحاج محمد ده كان ليسانس تاريخ حقوق اداب، بس كان ما شاء الله عليه في شغل السماء، الخبره اللي كانت جواه ده جواه فعلا يعني الحاج محمد الشناوي. عملت معاه برضه في إدارة الاتفاقيات سنتين واكتسبت خبرة برضه في شغل الاتفاقيات وكتابة الاتفاقيات والتعاون الثنائي والتعاون الدولي والكلام ده كله، بس برضه ما حققليش فرصة السفر اللي أنا كنت عايزها، فقمت برضه يعني كده اتحركت بعد كده رحت الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل. ومن الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل في الإدارة العامة للمرابط والبحيرات قعدت حوالي 10 سنين في المرابط والبحيرات. إدارة المرابط والبحيرات دي من أخطر إدارات الهيئة، إن لم تكن أخطرهم على الإطلاق. بتنقسم لإدارة المرابي وإدارة البحيرات. المرابي هي المزارع السمكية الأهلية والخاصة، وإدارة البحيرات هي المختصة بكل شؤون البحيرات وتنمية البحيرات وتطوير البحيرات وتطهير البحيرات. البحيرات بتاعتنا طبعاً كلها اللي إحنا عارفينها، اللي جينا لو ناخدها من البحر الأبيض كده هنلاقي بحيرة البردويل، المنزلة، البرونلوس، إبكو، مريول. في بحيرات مغلقة أخرى اللي هي زي بحيرة هارون، البحيرات المرة والتمساح، وبحيرة ناصر. هارون برضو في بحيرة معاها صغيرة كده اللي هي بحيرة وادي الريان.
دي البحيرات اللي بتختص بيها، ده شغل الاداره العامه للمراقبه والبحيرات. طبعا الاداره العامه للمراقبه والبحيرات دي زي ما بيقولوا عليها دي مقبره الغزاه، لان اللهم احفظنا يعني اذا ما كانش الواحد حريص وحفيظ ممكن يعني يحصل مشاكل كتيره. الحمد لله قضيت فيها 10 سنين اتعلمت فيها كويس قوي. المهندس مجدي البواب، المهندس احمد احنان الله يرحمه، كان معايا مجموعه من السيدات الافاضل جدا ما اقدرش انساهم، المدام حوريه صالح والمدام مها والمدام ساميه والدكتوره جنات والمدام عائله الصرفي، كان ستاف الاداره دي والله حاجه زي الفل. بعد كده بدات اتحرك من المرابط، وانا في المرابط البحيرات كنت شغال مع رئيس الهيئه بقى في شغل، يعني هو بقى حس ان انا شاب كده سابق سني فبدا يستعين بيا المهندس طاهر يوسف والمهندس عبد الله حماد من بعديه، وده اللي دفع المهندس مسعد كمون بعد كده ينشئ حاجه اسمها المكتب الفني اللي هي انا والمهندس محمد دسوقي الله يرحمه، فعملوا المكتب الفني كنت فيه انا والمهندس محمد دسوقي من ايام المهندس مسعد كمون. بعد كده مشينا مع المهندس سراج جد الدكتور عزت عواض المكتب الفني، لغى المكتب الفني الدكتور عزت المكتب الفني، اتنقلت بقى من مراقبه البحيرات للمكتب الفني. لما جه الدكتور عزت لغى المكتب الفني ورحت الاداره بتاعتي تاني، رحت الاداره العامه لمراقبه البحيرات مره اخرى، وبدات اكمل في مراقبه البحيرات لغايه لما بقيت رئيس اداره مركزيه للتدريب. تدرجت بقى في المراقبه درجه ثالثه، درجه ثانيه، درجه اولى، كبير، وبعد كده كلفت مدير عام للاداره العامه لمراقبه البحيرات من حوالي سنتين في عهد الدكتور خالد الحسني، وبعد كده كلفت نديبت رئيس اداره مركزيه للتدريب. مفهوم الاداره المركزيه للانتاج وما هي الادارات التابعه ليها العامه والغير عامه وما هي طبيعتها؟ ماشي اوكي، هناخدهم بالتسلسل كده. الاداره العامه لمراقبه البحيرات دي من اهم الادارات طبعا في الاداره المركزيه للترقيه، دي تحت المدير العام اثنين مدير ادارات. في بعد كده الاداره العامه للمفرخات والذريعه تحت المدير العام برضه اثنين مدير ادارات. هنتكلم المراقبه والبحيرات الاثنين المدير ادارات، مدير اداره المرابي ومدير اداره البحيرات. بالنسبه للاداره العامه للمفرخات والذريعه مدير اداره المفرخات ومدير اداره الزراعه الطبيعيه. في بعد كده الاداره العامه للمزارع فيها برضه اثنين مدير ادارات، مدير المزارع البحريه ومدير المزارع المياه الحلوه او العذبه. في الاداره البيطريه دي ما فيهاش ادارات ما فيهاش مدير ادارات، فيها مدير عام الاداره البيطريه ودي المفروض كلها اطباء بيطريين. في اداره التغذيه ودي مدير اداره، ودي اداره برضه مهمه جدا اللي بنحاول دلوقتي نفعلها وننشطها ونعمل لها اعاده تاهيل، لان هي دي المسؤوله عن نظام التغذيه والتسمين في كل المزارع بتاعتنا ومحطات التحضير والمفرخات بتاعتنا، وهي المسؤوله عن المفرخات ومحطات التحضير والمزارع. هو ده الهيكل التنظيمي بتاع الاداره العامه بتاع الاداره المركزيه. المفهوم بتاع الاداره نفسها ايه هي بتقوم بيه؟ مفهوم الاداره يعني هو اسمها ايه؟ الانتاج والتشغيل. يعني بنتج، يعني الاداره انا من وجهه نظري الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل هي الهيئه، وكل الادارات المركزيه بعد كده بتخدم عليها عشان نوصل لدور الهيئه ونحقق الانتاجيه ونحقق الهدف من انشاء الهيئه نفسها. الانتاج انا بنتج طبعا المنتج بتاعي بيبقى سمكي، بس هناك اشتراطات كتير قوي في المنتج بتاعي، لازم انتج منتج سمكي امن ونظيف ورخيص، دي معادله صعبه قوي لازم نوصل لها في ظل الظروف اللي احنا فيها. المنتج الانتاج التشغيل طبعا انت بتشغلي مفرخات، بتشغلي مزارع، بتنمي بحيرات، بتشتغلي مع القطاع الاهلي والخاص، بتشتغلي مع المستثمرين اللي جايين يشتغلوا سمك عندك في موضوع خاصه في موضوع التفريخ والاستزراع البحري اللي بيعتبر في مصر دلوقتي حياه او موت. لو لازم نفرخ، لازم نفرخ الدنيس والقاروص والشريمب والكراب والحاجات دي كلها، لان احنا خلاص وصلنا لمرحله التشبع من البلطي، وصلنا لمرحلة التشبع من البلط. وبمناسبة البلط، السمك في مصر 25% من إنتاجنا من المصايد الطبيعية و75% من استزراع السمك. البلط في مصر أقسم بالله لو ما كان في سمك بالبلط وكيلو ب 10 جنيه كان وصل كيلو اللحمة ب 200 جنيه، لأن إحنا ما عندناش أي ميزة نسبية في إنتاج اللحوم، ولا عندنا مراعي زي السودان، ولا عندنا مكسبات العلف غالية جدا في ظل ارتفاع أسعار الدولار والكلام ده كله. فالسمك هو اللي عامل، وخاصة سمكة البلط، التوازن في أسعار اللحوم الحمراء هو السمك واللحوم البيضاء اللي منها السمك هو اللي عامل هذا التوازن. احنا مثلا هنضرب مثال بسيط قوي، عيلة أب وأم وولدين أو بنتين أو فردين يعني يبقوا أربع أفراد، لو جابوا 2 كيلو سمك ب 25 جنيه هنقول الكيلو ب 12 جنيه ونص، وشوية رز وشوية سلطة ب 10 جنيه كمان تبقى وجبة ب 35 جنيه على أربع أفراد.
يبقى كل فرد مسؤول من كام؟ 5 في 7 ب 5 يعني كل اقل من 7 اسبوع انتوا بقى. فطبعا دي بالنسبه لو انا بجيب وجبه جاهزه والوجبه تكلفني 7 جنيه الفرد اظن دي تبقى حاجه جميله جدا. ده بالنسبه للهيكل بتاع الانتاج والتشغيل ودور الانتاج والتشغيل. احنا قلنا اسمه انتاج وتشغيل، ينتج ويشغل، بيشغل مزارع مفرخات، بينمى بحيرات، ده كل ده بما يعود وبيخدم في الاخر عمليه الانتاج. تمام. بالنسبه للفرق الكيلو 21 عايز حضرتك تتكلم عنه وعايز اعرف ان هو تجربه ناجحه هتطبقوها على باقي المفرخات؟ هو مفرخ الكيلو 21 ده مفرخ كان موجود من زمان قوي من ايام المهندسه سلوى عبد الغني، وجابوا له خبراء من المغرب اللي هو كان واحد اسمه علي قايد وواحد اسمه مصطفى طالبان، والناس اشتغلوا كويس قوي. بس احنا كان في الوقت ده فكر التفريخ المحلي ما كانش ملح عندنا، كنا شغالين كل شغلنا في البلطي واهتمامنا كله في البلطي. لكن احنا دلوقتي بعد ما وصلنا لمرحله التشبع في البلطي بدانا نبص للتفريخ المحلي. جات لنا منحه من الجانب الايطالي، هما بيقولوا منحه لكن هي مش منحه، هي عباره عن حاجه عن تبادل ديون او حاجه زي كده. بدانا نظبط المفرغ البحري بتاعنا في الكيلو 21 اللي كان موجود، وفر لنا ان احنا نعمل مفرغ جديد، فبدانا نشتغل عليه. اشتغلنا عليه واحنا يعني انا لما رحت المفرغ البحري اخر زياره مع رئيس الهيئه، الحمد لله رب العالمين القاروص اللي انا شفته حاجه تفرح، هو شغالين دلوقتي في القاروص ويعني مرحله كويسه قوي وجميله قوي. وهناك مخطط في المفرخ البحري لانواع اخرى بحريه برضه، ولكن انا كل ده مش هاممني، انا اللي هاممني في المقام الاول تنميه البشر في المفرخ، وان انا اطلع راجل يفرخ اسماك مياه بحريه كويس وموجود. المفرخ ده برضه من المنحه دي طلعنا ناس ايطالي تتعلم وتتدرب، وانا ليا وجهه نظر في التدريب. انا لما اجيب خبير من بره اقعده في مصر 6 7 اشهر سنه يعلم 100 واحد، افضل ما اصفر واحد كل سنه شهرين 3 ما ينفعش. انا اجيب خبير واصرف عليه واديله اللي هو عايزه عشان انقل منه الخبره دي، يا يبقى شيء جميل ويعلم 100 وال100 يعلمه 1000 بعد كده وهكذا. نقل الخبرات والتواصل بين الاجيال والكلام ده كله شيء مهم جدا. المفرخ الكيلو 21 ده مفخره لمصر دلوقتي، اقسم بالله مفخره لمصر، شيء مش وحش. احنا عايزين نزق وعايزين ندفع، عايزين نشيل الاحباط من جوانا، عايزين ندي امل للناس، عايزين نشجع الناس اللي بتشتغل، وده شيء مش وحش خاصه الاستاف الموجود بالكامل دلوقتي ما شاء الله عليه. طب احنا ممكن ناخد جزء من الاستاف ده ندي اي مفرخ تاني بحيث ان احنا نعمل تجربه؟ هقول لك بقى ده هيدخلنا في موضوع تاني. احنا دلوقتي كان في مزرعه شبه مزرعه مكثفه في مزرعه المنزله السمكيه اللي الناس ما تعرفوش دلوقتي. احنا دلوقتي خدنا المزرعه المكثفه دي اللي كانت حاطينها البلطي، بدانا ننقل اصبعيات القاروص ليها من المفرخ الكيلو 21، والمفرخ الكيلو 1 بخبرات الناس اللي في الكيلو 21. الناس اللي في الكيلو 21 دلوقتي بيروحوا المنزله شبه يوميا، بداوا نقل الزريعه، الحمد لله خلال الاسبوع اللي جاي هتبدا عمليه نقل الزريعه تنتهي تماما ويبداوا في مرحله التربيه والكلام ده كله. برضه مفخره لمصر وللمفرخ ده ان هيئه قناه السويس جت عايزه تطلب زريعه مننا، كان المفرخ عنده 400,000 اصبعيه قاروص، 400,000 اصبعيه قاروص مستعد يوديهم هيئه قناه السويس، ولكن السعر هو كان السبب واختلفنا على السعر وكده. حقيقه العلاقه بين قناه السويس الجديده والهيئه العامه للمنزلات السمكيه في فعلا تعامل مشترك؟ ايه مفهوم قناه السويس الجديده؟ المفهوم يا ست الكل المشروع هيئه قناه السويس عامله مشروع استزراع سمكي في حواض الترسيب. مفهوم حواض الترسيب ايه؟ حواض الترسيب دي كل 10 سنين او 15 سنه بيجي يكرر قناه السويس بيعمقها بالكركات والكلام ده، فناتج التكرير بيطلع في حواض هو عاملها ومجهزها اسمها حواض الترسيب. جت هيئه قناه السويس خدت جزء من الاحواض دي هتشتغل فيه وعامله فيه مزارع سمكيه على طول القناه. احنا دلوقتي باعتين لهم ونقول لهم وافقونا بخرائط مساحيه بالموقع اللي انتوا هتشتغلوا فيه وبالاحداثيات عشان نقدر نطلع لهم تصريح باقامه مزرعه سمكيه خاصه لهيئه قناه السويس. تمام. انما الهيئه ما بتقومش بالاشراف على اي مشروع؟ لا الهيئه ما بتقومش بالاشراف على اي مشروع، لكن الهيئه طبعا بتقدم كل دعم فني ولوجيستيك في الامر ده كله. اذا كانوا هم عايزين زريعه بنوفر زريعه العائله الجوريه ليهم تحت امرهم، اذا كانوا هم عايزين زريعه من كيلو 21 بنوفر لهم الزريعه، ولكن بالاسعار بتاعه الهيئه والدفع بيكون فيها نقدي او الدفع بشيكات مقبوله الدفع، لان احنا طبعا هيئه لينا وزاره الماليه بتطالبنا بسداد يعني مطلوب من الهيئه مبالغ فبتسددها وزاره الماليه والبنك الاستثمار والكلام ده كله.
الهيئه ليست جهه، لا ما احنا بندي كل حاجه بالفلوس، لان احنا بنحاسب على الفلوس ودي اموال سياديه ما حدش يقدر يتكلم فيها او يتنازل عنها، اللي يتكلم فيها او يتنازل عنها يروح في 60,000 سلام. طب بالنسبه لمشروع شرق الترفيع، في ناس بتقول ان المعدات الصالحه اللي عمل تم نقلها جميعا الى هذا المشروع. نتكلم في مشروع شرق الترفيع. مشروع شرق الترفيع ده اولا في الاول خالص، شرق الترفيع ده كان عباره عن ايه؟ لان انا عشت المشروع ده من اوله كله، عباره عن جزء من ملاحه دور فؤاد، كان جزء صيد حر، وده كان متاجر للشركه المصريه للصيد ومعداته، اللي كان فيه بوغازين في هذا الجزء من الصيد الحر، بوغاز الكيلو 2 وبوغاز القلعه، ودول كانوا على ساحل البحر الابيض بهذا المكان. في كان جزء ثاني اللي هو مشروع ارض المستثمرين، اللي ده كانت دكتور يوسف والي خصص الارض دي للشركه المصريه للصيد ومعداته، ان هم كانوا بيدفعوا قيمه ايجاريه 10 سنين سابقه ومع وعد بالتمليك، ده لاقامه الشركه المصريه للصيد ومعداته اللي كانت متعثره ماليا، فالدكتور يوسف والي حب يقلها من عصيرتها ويوقف على رجليها، فعمل هذا الكلام، خصص لهم جزء من الارض للصناع السمكي، وكانوا هم بيأجروا بياخدوا 10 سنين، يعني انت تيجي تأجري ياخد منك 10 سنين سابقه عند اول مره، على اساس محاوله لتحسين الوضع المالي للشركه. وفعلا اتأجرت مزارع سمكيه والكلام ده كله. جه ايام الدكتور كمال الجنزور والميناء المحوري، طلع قرار الجمهوري 271 بانشاء الميناء المحوري، فشالوا المزارع السمكيه دي كلها وادوا الناس تعويضات. ولكن الناس وضع اليد عليها ما زالوا موجودين، امثال ابراهيم مجر وفرقته والناس اللي على شكلهم. جه بعد كده ما بعد الثوره والكلام ده كله، احنا ما كناش بنأجر حاجه فيها، لان احنا بنقول لابد من، لان احنا برضه كائن ثروه سمكيه، في قرار جمهوري 271 بانشاء الميناء المحوري. قلنا نعدل القرار الجمهوري بتخصيص تلك المساحات لمزارع سمكيه. طول ما تعدلش القرار الجمهوري هيئه الثروه السمكيه ما تقدرش تقرب لهذا المكان. وده فعلا اللي كان، لكن طلع مؤخرا قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اسمه 1115 بتخصيص حوالي 23,000 فدان شرق الترفيع لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه اللي بتتفرع منه الشركه الوطنيه لتنميه الثروه السمكيه والاحياء المائيه. جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه خد المساحه وادها للشركه، الشركه اللي هي رئيس مجلس اداره دلوقتي اللي هو حمدي بديل، بدأوا يشتغلوا في هذه الأرض، كانوا عملوا حاجة اسمها مسيجات اللي هي حواض شبكية قاعية على القاع، يعني بدل ما الحوض يبقى بصورة ترابية، الحوض يبقى بصورة عبارة عن غزل بترسو على القاع مباشرة. بدأوا هم يشتغلوا على هذا، وده اللي استدعى وأدى إلى إن احنا نقلنا كل كراكاتنا وحفاراتنا كل حفاراتنا ومعداتنا لهذا المكان، على أساس يشتغلوا فيه ويبدأوا يعمقوا المكان ككل بعمق 3 متر أو 4 متر بداية بالإنتاج والكلام ده كله. بقى لهم شهرين هناك أو ثلاثة، ونقلنا عمال وعملنا إدارة لهذا الأمر كله، ومهندسين وفنيين، والمعدات اتنقلت، لكن الموضوع متوقف دلوقتي، وبدأنا ناخد إجراءات يعني شبه اللي هو حمدي بديل موافق ان المعدات دي ترجع تاني، لكن الرقابه الاداريه كانت قالت لنا ان انتوا القرار بعوده المعدات للهيئه تاني مره اخرى قرار سيادي. فكان امبارح بالظبط كده الدكتور محمد كان في تنسيق بينه وما بين الرقابه الاداريه، وقالوا له هنقول لك القرار النهائي في الامر النهارده، لان الرقابه قالت له ما تقدرش تنقل المعدات دي الا بقرار سيادي. والنهارده ان شاء الله هيبان المعدات ده هتيجي ولا، لكن هي بنسبه 90% هترجع تاني، والناس بتوعنا هيرجعوا تاني والكلام ده كله. لكن كنا بنستعوض هذا في مشاريعنا وفي بحيراتنا والكلام ده كله بتاجير معدات من القطاع الخاص. يعني العمليه ما كانتش التنميه ماشيه والكلام ده كله، لكن هي كانت متعسره، لكن كانت ماشيه بجد، يعني كان في تنميه في المفرخات كانت ماشيه، في اي اعمال بنيه اساسيه او صناعيه في المزارع ماشيه، في المفرخات ماشيه، في لكن هي متعثره، لكن كانت ماشيه، ما كانتش العمليه واقفه. تواجه العديد من المشاكل والاهمال، اصبحت مصبه لصحه اولا اشمعنى ايدكم اللي انت مركزه عليها في حته المنزله بلوه وتلتيله مثلا؟ ده ايدكم دي من انظف البحيرات المصريه. ازاي؟ انا هقول لك ايدكم دي حوالي 15,000 فدان. ما تخلصت مساحتها؟ لا مش قوي، المنزله تخلصت مساحتها بقى لو عديت لك المساحات اللي اتجففت للصداع النباتي بقرارات سياديه وزاريه والكلام ده كله، تخلصت مساحتها للنص. احنا كده محتاجين كل بحيره يبقى ان شاء الله. ان شاء الله ايدكم من انظف البحيرات اللي موجوده،
ولكن هناك مشاكل في التلوث جواها بسبب محطات الصرف معالجة الصرف الصحي اللي بتتم في بحيرة إيدكو. بحيرة إيدكو في محطة صرف معالجة صرف إيدكو، محطة معالجة صرف كوم الطرفاية، وبيعملوا دلوقتي محطة معالجة صرف المعدية. هو ورد النيل هجرة الأسماك السايبر جائر. احنا بنتكلم في التلوث، ما جيناش للتعديات، ما جيناش للنباتات المائية، ما جيناش للصيد المخالف. وحضرتك بتقول هي مش متواجهه كتير، هي نسبه صغيره. بحيره ادكو تعتبر من انقى وانظف البحيرات المصريه، يعني ايه؟ التنميه فيها والتطوير فيها محتاج حاجه صغيره قوي وتبقى بحيره زي الفل، لكن المشاكل اللي بتواجهنا في بحيره ادكو فعلا هو التلوث. التلوث دي مشكله رهيبه جدا، والهيئه مبني عليها وليس جانيه. التلوث ده بيخص وزارات عديد، الصناعه والزراعه والري والبيئه والمحافظات. الهيئه بس الهيئه بيجي دورها فين؟ السمك بيبقى بايظ، هاتوا هيئه الثروه السمكيه، مع ان الهيئه ما لهاش دور. مش احنا المفروض نبقى عاملين قوانين راجعه ان هو لو حد معدى احنا يا سيدتي الفاضله، انا دلوقتي هقول حاجه، محطه صرف كوم الطرفايه، محطه صرف كوم الطرفايه ده اللي خارج منها بيعملوا محطه صرف في المعديه. قابلنا كتير قوي ورحنا اجتماعات كتير قوي ان احنا نثني محافظه البحيره عن اقامتها، قالوا لا ومفيش. ويك والدكتور محمد فتحي واحنا قاعدين مع المحافظ كان اسمه محمد مختار الحملاوي، ادى قرار بالموافقه على اقامه محطه معالجه صرف المعديه. كل السايب النهائي للمحطه دي هيتصرف في بحيره ادكو. كل السايب النهائي للمحطه دي هيتصرف في بحيره ادكو. اضافه للسايب النهائي بتاع محطه كوم الطرفايه اللي ما بتعالجش ولا بتنايل ولا بتعمل اي حاجه، فبحيره ادكو بتعاني من التلوث الشديد الشديد الشديد. نيجي للمشكله الثانيه اللي انت قلقان عن المشاكل الاخرى، الصيد المخالف. الصياد مين اللي بيخالف الصياد؟ يعني انا برضه كنت في اليابان مفيش صياد بيخالف خالص خالص بالمره، مع ان يعني الرقابه مش زي هنا، لكن مفيش صياد بيخالف، لان هو عارف ان هو لما يسيب السمكه لما تكبر هيجيبها هو برضه هي. انا لما يعني مثلا يعني انا في بحيره المنزل الاقي الصياد جايب الشر الصغير، اقول له انت جايبه ده ليه ما تسيبه يكبر؟ يقول لي لا ما انا لو ما جبتوش غيره هيجيبه. والتاني يقول لي انا جايبه عشان اكله للبط، طب ما تاكله انت الاول. يعني ده الفكر فعلا، احنا محتاجين توعيه، محتاجين برامج ارشاديه، محتاجين نزول للصيادين في اماكنهم، محتاجين نزول للصيادين في اماكن في المراسي بتاعت البحيرات، محتاجين نعمل حوارات معاهم وننتشر في وسطيهم ونقول لهم وبوسترات وافلام فيديو وحاجه زي شاشه السيما كده تبدا تفهمه، والحرف الصيد المخالفه وحرف ومخالفه ليه؟ الكلام ده كله التوعيه مطلوبه، التثقيف مطلوب، توعيه الصياد مطلوبه 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 مطلوبه. بقى لسه هنكمل برضه موضوع باقي حلقه باقي المشاكل في بحيره ايدكو. غير موضوع التجفيف في ايدكو خفيف شويه، لكن حرف الصيد المخالفه التعديات باقامه حوش وبسور. حرف الصيد المخالفه زي الزليقه والحلويقه والبشانين والكلام ده كله، البشانين والكلام ده كله يعني بيبدا ينقل ورد النيل بمراكب اسمها المكان، ويعمل حاجه كده زي دايره ويبدا يحطها بالغرايز حواليها كده وبالغزل، لان السمك في وتحديدا في وقت الشتاء، في وقت الشتاء بيعمل كده ليه؟ الورد النيل ده بيعمل حاجز ما بين البرد وميه البحيره، فتلاقي دايما الامهات الحامله للبيض والسمك الكبير والكلام ده كله لابت تحت ورد النيل، وبيجي كل 15 يوم يعساه. دي حرفه مخالفه طبعا. ليه؟ انتشار النباتات المائيه، النباتات المائيه بتنتشر منين؟ من عذوبه الميه. عذوبه الميه بتيجي منين؟ من الصرف الزراعي والمصاريف الصرف الصحي والكلام ده كله. كل ما الميه بتكتر من تدفق الميه من المصارف الزراعيه ومصارف الصرف الصحي والصناعي والكلام ده كله، النباتات المائيه بتزيد. شيء بديهي جدا لو عذوبه المياه دي قلت شويه، النباتات المائيه دي ورد النيل واللشانين والبوص والبرج كل ده هيقل من سرعه الماء البحري. وضع مشروع مريوط. مشروع مريوط دلوقتي احنا بنعمل له عقد تاهيل، وانا يعني هديكم مستند او وثيقه بشغل مشروع مريوط كله. مشروع مريوط احنا مش عايزين نقول احنا اتدبسنا فيه، ولكن هو بيشتغل في السماء، فكان لازم يبقى تبعيته لينا. تبعيته لينا جت لينا بعد ما زي ما بيقولوا هي المشروع بدا في النازل في النازل في النازل، لكن احنا بنحاول نعمل له اعاده تاهيل دلوقتي في ظل امكانياتنا المتاحه، بنحاول نوفر له معدات، بنحاول نوفر له ذريعه ان احنا نبدا ان شاء الله يتعافى المشروع ويقف على رجليه ويخرج من غرفه الانعاش او الافاء اللي هو موجود فيها دلوقتي، نحطه على سبيل يعني. متى نقول انه تم تطهير البحيرات بالكامل؟ الموضوع ده يعني انا برضه هقول كلام ده فكر لسه، احنا الحمد لله رب العالمين
بدأنا السفن اللي بترمي مخلفات بترول وبيتكسر فيها خزانات البترول في قاع البحر الأحمر، بدأنا نتعامل معهم أسوأ الاتحاد التعاوني. في باخرة اسمها ناسو إنريجي دلوقتي احنا بنتعامل معاها، وعملنا حجز تحفظ على الباخرة دي على أساس إن هي كانت عملت بقعة زيت حوالي 600 فدان في البحر الأحمر. بنتعامل معها دلوقتي، عملنا عليها حجز تحفظي، الإدارة القانونية بتاعتنا بدأت تشتغل في هذا الإجراء وراحوا قعدوا 4 أيام في السويس وعملنا عليها حجز تحفظي الحمد لله. وبدأ الراجل صاحب السفينة إن هو عايز يعمل دلوقتي تفاوض في موضوع بقعة الزيت ده، لو عملنا معاه تفاوض وقدرنا ناخد منه جزء يعني فلوس أو مبالغ نقدية، ده من مخطط كنت بتكلم مع الدكتور رئيس الهيئة من يومين ثلاثة إن إحنا إن شاء الله لو في عمر هنشتري بيها معدات حفارات وكراكات ودوادر والكلام ده كله لتنمية وتطهير البحيرات الشمالية بتاعتنا وكافة البحيرات المصرية عموما. البحيرات مصدر دخل كويس للصيادين كويس قوي، لازم تنمى، وده سكتنا وده خطوتنا من أهم المصادر الطبيعية في البحيرات الشمالية بتاعتنا وكافة البحيرات. لما نيجي نبص لمصادرنا الطبيعية الأخرى، البحر الأحمر والبحر الأبيض صحرا في السمك، ما فيهمش أي سمك على الإطلاق. برضو أنا لما كنت في اليابان كله ماشي بنظام إيه، حاجة اسمها التعزيز أو الريليز، يجيب الأم الحاملة للبيض من مية المحيط يفرخها في المعمل لغاية لما يوصل الزريعة اللي طالعة مرحلة الإصبعيات ويبدأ يحط يرميها في المحيط تاني، وكل شغلهم يقفاص، مفيش حوض على الأرض لأنه عنده ندرة في الأرض لأنه عبارة عن مجموعة من الجزر. الهاي واي بتاعه قد الشارع اللي قدام الهيئة، ده الهاي واي اللي هو يمشي فيه بسرعة مفتوحة لأنه عندهم ندرة في الأرض. فنظام التعزيز أو الريليز، لو احنا برضه إن شاء الله وصلنا لهذه المرحلة وقدرنا ننمي البحيرة، احنا بننميها بزريعة ولكن زريعة المبروك. احنا عايزين ننميها بزريعة البلطي، ننميها بزريعة العائلة البورية، أسماك ليها قيمة اقتصادية ممكن الصياد يطلع منها ويستفيد ويبيع ودخله يزيد ومعيشته تتحسن. بس حضرتك قلت ان احنا مهتمين بالزراعة النيلي كثيرا، فعايزين دلوقتي ننقل التفريغ البحري. المية الحلوة، المية العذبة، التفريغ البحري ماله؟ لسه عايزين نشربها زي ما شربنا. ما هو احنا بدأنا اهو مفرغ الكيلو 21، دي حاجة، جنب الكيلو 21 بيتعمل مفرغ تاني بحوالي 30 مليون ونص. برضه ده من موازنة الهيئة بنحمله، ده بحري برضه جنب مفرغ الكيلو 21. حضرتك قلت ان في تفريغ انتوا بدأتوه دلوقتي؟ لا لا لا، ده حصر مناطق استزراع السمك على ساحل البحر الاحمر. لا لا لا، حصرنا المناطق الصالحة لاستزراع السمك. كان اللواء احمد عبد الله، محمد عبد الله حافظ البحر الاحمر، كان طلب مننا ان احنا نحصر له الاماكن الصالحة اللي تفصل الاستزراع السمكي، بداية من الزعفرانة اللي هي الحدود الإدارية، أول حدود الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، حتى راس غارب بطول حوالي 100 كيلو. نزلت ناس من الإدارة من مراقب البحيرات وناس من إدارة البحوث، كان سمير بنيامين تحديدا وحنان داوود ووائل وناس ما شاء الله، عملوا الحصر كامل وبعتنا الحصر ده كامل للواء أحمد عبد الله محمد عبد الله. وفي مستثمرين بييجوا إن شاء الله، وفي شركة جاية سعودية باستثمارات كندية هنقابلها يوم الأربع الساعة 4 العصر في الهيئة اللي هو بكرة، إن شاء الله هيكون خير في موضوع الإقفاص والتفريغ البحري على ساحل البحر الأحمر. هما كله بيفضل البحر الأحمر ليه؟ لأن البحر الأحمر الطقس فيه درجة حرارة معقولة قوي، فممكن يعمل دورتين في السنة غير البحر الأبيض. البحر الأبيض بتبقى الحرارة قليلة جدا فمش هيقدر يعمل أكتر من دورتين. لسه موضوع البحر الأحمر لأن إحنا حاصرين المناطق الصالحة لصناعة السمك، ولكن عندنا مشكلة الأرض مش بتاعتنا. فلازم ننسق مع الجهه صاحبه الولايه وننسق مع هيئه العمليات القوات المسلحه عشان نجيب الموافقات الامنيه الناس اللي جايه تشتغل، فبتاخد اجراءات دي مش في مسافه ال 200 متر ولايتنا اللي انا ممكن اخد قرار وانا قاعد على المكتب. سريعا، رؤيه حضرتك لوضع الثروه السمكيه في مصر؟ الرؤيه اللي جاي افضل، هيكون افضل ان شاء الله، وده وعد مين اللي جاي هيكون افضل بكتير 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 بكتير. الناس اللي موجوده دلوقتي خايفه على البلد وخايفه على السمك وخايفه على كل حاجه، القياده اللي موجوده قياده جديده، التغيير سنه الحياه ومطلوب من الدكتور خالد الدكتور، ولكن اللي يجي يبني مش يهد، اللي يجي يبني على ما انتهى اليه الاخرون، لكن اللي يجي يهد ده انا مش شايفه دلوقتي، ولكن البنى موجود والامل موجود، وطول ما في امل لازم نجري ولازم نعيش. تمام. وده ايه رايك؟ تمام. شكرا لوقت حضرتك. عفوا. شكرا باشمهندس محمود سالم رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل. عفوا.